مدينة مصدر سنة 2008، واليوم تعتبر مدينة مصدر أكثر المدن استدامة في العالم ومركز عالمي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والأبحاث والتطوير. طبعا بدينا بعمليات التشغيل في معهد مصدر العلوم والتكنولوجيا سنة 2010. كما قامت مصدر بتنفيذ مشروع شمس واحد الذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأضخم عالميا حتى يومنا هذا. يسهم المشروع في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 175 طنا سنويا، مما يضعها ضمن مشاريع التنمية النظيفة. وستقوم شمس واحد أيضا بتزويد شبكة الطاقة الوطنية من الطاقة الكهربائية المستدامة والمتجددة. محطة شمس واحد تعد الأكبر على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية المركزة. طبعا المحطة هذه بسعة 100 ميجاوات وتغذي شبكة دولة الإمارات بحوالي 210 جيجاوات أور سنويا، بما يكفي لتزويد حوالي 20,000 منزل بالطاقة في دولة الإمارات. مدينة مصدر وشمس واحد عاملان أسهما في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في تحقيق أمن الطاقة وضمان وصولها للجميع، لتكون منارة تضيء الطريق نحو طاقة المستقبل. الإمارات تقتحم العالم من أوسع أبوابها لتصنع الحدث بتغيير دفة الاعتماد على طاقة النفط إلى طاقات أخرى متجددة. لأخبار الدار، محمد سليمان، مدينة مصدر، أبو ظبي. ومن إنجازات الطاقة إلى مشاريع الطرق، فمنذ افتتاحه في عام 2011 ساهم شارع الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة بشكل كبير وملحوظ في ربط قرى ومناطق المنطقة الشرقية بشبكة طرق حيوية وحديثة، مما سهل على أهالي هذه المناطق التنقل بين إمارات الدولة بكل سهولة وأريحية. الطريق هو شريان ممتد يوصل المارة به إلى مبتغى، وهنا في شارع الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة هذا الطريق الذي أثبت وسجل للملأ علامة من علامات الإنجازات التنموية والتطويرية البارزة في التجربة الإماراتية. شارع الشيخ خليفة يبلغ طوله 40 كيلومترا بمساراته الثلاثة في كل اتجاه، فكان هذا الطريق نموذجا ترجم وأظهر القفزات الهائلة التي تخطوها الإمارات في مجال بناء شبكة الطرق وتطوير وسائل النقل، ما جعل معظم مدن ومناطق الدولة مرتبطة ببعضها البعض عبر طرق رئيسية وفرعية حديثة. فكانت الجهات الأربعة حاضرة لطرقها، شرقها بغربها وشمالها جنوبها، محققة الانسيابية والجودة العالية وموصلة عابرها إلى بر الأمان. لافتات لأسماء مناطق وقرى جبلية توسطت الجبال التي هي مسكنهم ومأواهم وحياتهم، فقد عانوا في القدم من صعوبة ووعورة دروبهم. فكان طريق صاحب الأيادي البيضاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه هي المخلصة لمعاناتهم. فأنشئت المساكن الحديثة وعبدت الطرق الداخلية بين الأحياء وأخرى فرعية مؤدية بهم إلى الرئيسية في هذه المناطق، مزينة بعقد جميل لسلسلة من التقاطعات والمعابر السفلية والجسور والأنفاق. إنجازات تحققت في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للبلاد، واضعين هم ومطالب المواطن على عاتقها، موفرة لهم الحياة الكريمة من خلال استثمار أموال ضخمة من أجل تنمية البنيات الأساسية وإقامة شبكات نقل وطرق فاعلة وآمنة. شبكة طرق حديثة ربطت القرى بالمدن، فقربت البعيد وخففت عناء السفر. لأخبار الدار، عائشة الزعابي، المنطقة الشرقية. برامج البث المباشر في الدولة أصبحت تشكل محطة إعلامية هامة لدى الكثير من المتابعين والمستمعين الذين يلجؤون إلى تلك البرامج لحل مشاكلهم وإيصال أصواتهم للمسؤولين. الآن برنامج البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله نعم. وبركاته. فهكذا يبدأ الصباح في الإمارات، فعند الساعة السابعة صباحا يخالجنا صوته الدافئ وهو يشارك المواطنين والمقيمين بداية اليوم. إن شاء الله. شو سيارة؟ حاد سيارة؟ إيه السيارة، 13 شخص تقريبا. البث المباشر الذي يذاع عبر أثير وتلفزيون نور دبي واستوديو واحد الذي يبث من إذاعة أبوظبي والرابعة والناس والخط المباشر
كلها وإن اختلفت المسميات تندرج تحت سقف المؤثر الأول والسلسلة الموصلة بالمسؤولين وصانعي القرار. حقق يعني الحرية وحرية التعبير، هذا عندنا الحمد لله سقف عالي، يعني جعلت برامج البث المباشر اليوم كلها على مستوى الإمارات الحمد لله ثقة الناس فيها وثقة إيصال صوتهم للمسؤول. أما هنا وفي العاشرة تماما تبدأ فقرة جديدة لمن لم يلتحق بالبث المباشر. الشيخ عبد الله بن زايد تحدث عن القضية الفلسطينية. الرابعة والناس في انتظاره ليتواصل الحوار المجتمعي على الهواء مباشرة. طبعا بعض الناس أصبحت مثل ما تقولين متكلة اتكال على مثل هذه البرامج. سقف الحرية وجد مع منذ أن أسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بالسلطان العيان دولة الإمارات، هذا السقف موجود، ولكن نحن كنا مثل ما تقولين ما طرقنا هذا الباب. وتكملة للعقد الفريد وللبرنامج، فمتابعو البرامج المباشرة يختتمون يومهم بمتابعة برنامج الخط المباشر الجماهيري الذي يعرض على إذاعة وتلفزيون الشارقة، كونه يشهد مداخلات مفاجئة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ولن نسمح ولا عندنا شبر حق واحد الآن يبي يسوي له عزبة ويسوي له غيره. أنا أولى هذيلا أخذهم وأنقلهم، هاي اللي صارهم حين مدة. والإشكال ليس تسوية الأرض، الإشكال أنه ما برايم يوزع العدد صار 200. بث هذا البرنامج وعرضه في 4 إمارات بالدولة والتتابع بعرضه مبدأ كفلته الجهات المعنية لعرض مشاكل وملاحظات الناس للمختصين، ساهمت في تعزيز التواصل والترابط بين المسؤولين والجمهور. بقي أن نقول أننا في زمن أصبح الإعلام يمثل فيه علامة فارقة في تقرير مصير الشعوب، يكون لازما علينا الارتقاء بمؤسساتنا وحريتها، فعلى سبيل المثال للحصر برامج الخط المباشر. من داخل مؤسسة الشارقة للإعلام لإخبار الدار، سماح الشيخ. تعتبر حرية التعبير إرثا إنسانيا، ولكن إلى أي حد يمكن أن تصل حرية التعبير؟ هذا ما أردنا أن نعرفه. كاميرا أخبار دار استطلعت بعض الآراء. أنا أحس فكرة الخط المباشر فكرة حلوة ومش موجودة في أي دولة، ما شفتها. صدفت أكثر من مرة أنه شفت ما شاء الله الشيخ سلطان تكلم مع البث المباشر في حل القضايا اللي موجودة already. أنا دوت شيء جدا لذيذ انه موجود في الامارات، ويعز ان شاء الله دولة الامارات ويبعد عنا ان شاء الله ويتبع لنا الامن والامان يا رب الكريم. يكفي ان الحكام يكونوا عارفين كل شيء عن اللي بيحصل مع المواطنين، سواء كان من خارج البلد او من داخل البلد. ده انا شايف ان الاعلام عليه دور كبير جدا جدا جدا، وهذا شيء ايجابي. بالعكس انت يستخدم مجتمع ويستقدم الرسالة اللي تبغي يهدفها الإعلام هذا نفسه. أعتقد أن حتى إعلامنا محسودين عليه، إحنا من الدول المجاورة ومن معظم الدول العربية. ما أعتقد أنا في مسؤول أو حاكم أو شيخ يتواصل مباشرة مع شعبه مثل اللي حصل عندنا. ما أعتقد أن في ناس فرحانين ومبسوطين في أي دولة من الدول المجاورة أو الدول العربية أو حتى بعض دول العالم يحسون في لحظة أن المسؤول أو الشيخ أو الحاكم موجود بينهم. إلى أبوظبي، حيث حديقة الإمارات للحيوانات تعد علامة حضارية تضاف لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أصبحت نقطة هامة للسياحة الداخلية وكذلك عنصرا جاذبا للسياح من خارج الدولة، فتضم بين أروقتها أنواعا مختلفة من الحيوانات من الشرق والغرب. التفاصيل مع الزميل محمد الهنيامي. إنها قبلة الصداقة مع أسد البحر، مثلت ودا ومحبة مع حديقة الإمارات للحيوانات التي تعد مفاجأة جميلة لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة. فعلى مساحة 750,000 كيلومتر مربع يستمتع 1,700 حيوان من 250 فصيلة بأجواء مثالية هيئت لهم رغم اختلاف بيئاتهم التي جاءوا منها. ما
الحيوانات الموجودة من مختلف دول العالم، من البرازيل وأمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسيبيريا وآسيا والكثير من الدول. أنواع مختلفة من الحيوانات تتواجد في هذه الحديقة، منها النادر والأليف والمفترس، وأخرى كانت مشاهدتها مقتصرة على التلفاز. تفاجأت وحبيت المكان لأنه جميل وبيسلي. العيال اللي جبتهم مرة الأولى وعيبهم المكان وفحنوا علي جبتهم مرة ثانية. الحديقة أصبحت مقصدا لكثير من العوائل في دولة الإمارات، وذلك لتوفر بيئة تعليمية وعلى مسافة قريبة منهم، مما شكل عنصرا مهما لفهم طبيعة الحيوانات. المسؤولية كبيرة على عاتقنا في حديقة الإمارات الحيوانات لإيجاد بيئة جاذبة وممتعة لتعليم الزوار وخاصة الأطفال منهم بطريقة سلسة وسهلة وغير مملة. حل الليل والقمر بطلته شكل جمالا بديعا ليتمازج مع ركن يضم بين أروقته ألوانا زاهية وأشكالا متنوعة من الأسماك والكائنات البحرية. لتكتمل صورة الجمال في حديقة الإمارات للحيوانات مع مداعبة لطيفة مع العدسة للقادم من البرازيل لتصبح وداعية رائعة لهذه الحديقة. محمد الهنيامي لأخبار الدار، درة العواصم، أبوظبي. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا وإياكم لختام النشرة. أنقل لكم تحايا فريق عمل النشرة من رئاسة التحرير سناء بطي ومن الإخراج خالد العلي، وهذا تذكير أخير بأبرز ما جاء فيها. وزير التربية والتعليم يؤكد خلال افتتاح منتدى السياسات حرص الوزارة على إحداث الطفرة النوعية المطلوبة في التعليم بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة. في الإحاطة الإعلامية لوزارة الاقتصاد، النعيمي يؤكد أن قطاع المستهلكين يحظى بأولوية من خلال توفير السلع الأساسية ومراقبة الأسعار خلال الشهر الفضيل. وكان في نشرة أخبار الدار، مدينة مصدر من أكثر مدن العالم استدامة وتمثل تجربة فريدة من نوعها في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.